توجه رئيس مجلس الوزراء العراقي بملاحقة العناصر الذين ينشرون الكراهية والعنصرية ومقاطع فيديو مزيفة هدفها إيقاع الفتنة بين المواطنين وتعريض السلم الأهلي للخطر بحسب بيان لمكتبه تلقى الصحيفة المدى نسخة منه. وفي بيان آخر قال العبادي إن الأمن في كركوك مستتب وتحت سيطرة الشرطة المحلية وبإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه أمر بمنع وجود أي جماعة مسلحة أخرى في المحافظة. وأكد رئيس الوزراء أن القوات الأمنية في كركوك مكلفة بحماية أمن وممتلكات جميع المواطنين بمختلف أطيافهم. بسياق ذاته قالت قيادة العمليات المشتركة إن المؤسسات الإعلامية التي تعمل على إرباك الرأي العام وإذكاء الكراهية والعنف من خلال تزييف وفبركة واضحة وللأسف مستمرة، حيث عملت قناتان كرديتان على تضليل الرأي العام واتهام القوات الأمنية باتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم روح المواطنة والسلم الأهلي وبعيدة كل البعد عن العمل المهني والمسؤول حسب قوله. ودعت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها هيئة الإعلام والاتصالات لرصد هذه القنوات الإعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لمدونات السلوك الإعلامي لأنها تهدد السلم الأهلي. هذا وتبعت قيادة العمليات أنها ألغت جميع التخاويل الصادرة لهاتين القناتين في التغطيات الإعلامية للعمليات العسكرية.